الرحمن الرحيم، يعني كلنا نقص أو نقلم أظافرنا، لكن ما نعرفش السنة المهجورة العظيمة دي، تقليم الأظافر يوم الجمعة بالذات. شوفوا الفضل العظيم. روى الإمام الطبراني في الأوسط من حديث عائشة: من قلم أظافرها يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها. يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل المصايب والكوارث من الجمعة للجمعة. أنت كده كده بتقص ضافرك، طب ما تستلم الجمعة، ده أفضل يوم في الأسبوع. يبقى سنة مهجورة. مين بيقصد، مين مواظب على إن هو يقص ضافره كل يوم جمعة؟ محدش يعرف الكلام ده إلا قليل من الناس، ولو قص تبقى صدفة، ما يعرفش إنها سنة. شو إزاي سنة؟ روى الإمام الطبراني والإمام البزاز والإمام البيهقي في الشعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره ويقص شاربه قبل يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. شوفوا سعيد بن منصور رحمه الله من علماء الحديث، روى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحميري. الكلام ده رواه الإمام السيوطي في كتابه اللمعة في خصائص الجمعة، كتاب ده. سعيد بن منصور بيقول: من قلم أظافره يوم الجمعة خرج الله منه الداء وأدخل فيه الشفاء. يبقى في بركة عظيمة قص الأظافر يوم الجمعة. في بركة عظيمة قص الأظافر. يبقى لو أنت مريض بأي مرض عضال، قص أظافرك يوم الجمعة بنية الشفاء. أنت كده كده بتقص، بس قص يوم الجمعة، جمعة صوابه أعظم بكتير وسنة مهجورة، وتبقى أحيي سنة مهجورة. من أحيا سنة، قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة أماتها الناس أحيا الله قلبه وتموت القلوب. والماس والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. فيا ريت نحيي السنة العظيمة دي، بنية الشفاء من كل داء، الوقاية من الأمراض، الوقاية من المصائب، لأنها السيدة عائشة بتقول: وقي من السوء إلى مثلها. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان بيعمل كده كل جمعة، وأكثر الناس اتباعا لهدي النبي وسنته، هم أكرم الناس منهم منزلة ومكانا ومقاما في الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.